اسماعيل وريت منهم ما غاديش تيقوني هاك الساحي راي 18 عام فنسلح النعاج 18 عام ودابا في عمري 25 عام أزول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي أتمنى إن شاء الله كنتمنى إن شاء الله أتكم على خير تكونوا على خير إن شاء الله صباح الخير غير هذا يتما دابا خوتي غنفو غادي نخرجو باش نتقضى حكرا الحانوت باش نتقضى شي حاجه في الحانوت وكنري ونرجع باش الكسحي هداي باش نسرح النعاج المكار نتلاقاو حذري هداي عند النعاج بقى ما ديتي بقاو معايا ياب غاليت ما كسحي راي وريت منهم ما غاديش تيقوني هاك الساحي راي 18 عام كنسرح النعاج 18 عام ودابا في عمري 25 عام والحمد لله والحمد لله على النعمه هذه رعايه الغنم صراحه شي حاجه زوينه بزاف بزاف تجربه واعره مزيانه بزاف اي واحد دوزها غادي يشوف حلاوتها اما اللي ما دوزهاش فما دار والو في حياته وكنصحكم تجربوها في الباديه الا مشيتوا ليها جربوها ايتما خوتي غادي نشكيه باش نسكا سبور دابا جيت باش ندير سبور فايلا انطلق يا شباب ليتس جو
استغفر الله، رميح عييت، اصبح داه ان شاء الله، تغتال تاني ان شاء الله، سينيماتيك. اجيني غيا وقصيدك يقاون يا وغريبي، يكاتين يا نزامزي، غادي ترواحي زوقي، دام زير تنويضي. خوتي نكمل غير سبورنا، كملنا دابا السبور ديالنا. الو ديما تسالم، ديما غادي تسالو ما خلاش كاح الرياضه، علاش كندير الرياضه؟ اشترا ما تسلم، بغيتو تعرفوا اش كاح الرياضه؟ كندير الرياضه حيت ما غاديش نقولها لكم دابا، تلقاو واحد اخر ان شاء الله غادي نعاود لكم علاش كندير الرياضه بالضبط. ديك الساعه غادي نقول لكم علاش كندير الرياضه دائما افري داي، تكونوا على القرص. فغلا داوني ناحيه الحاج، فدابا غادي نقول لكم واحد الحاجه. فمثلا الرياضه نيت، على الرياضه نيت اسديتو نبارطاجيه، غادي نبارطاجيها معكم. فالرياضه تما، فالرياضه خوتي راس قوي الجسم وحده، ما كتقويش الجسم بوحده، ولكن انت راس قوي العمليات الحيويه حوينس الجسم سبودي باكثريه، باش تنشط العقل، وكتنشط العقل الخيرات، وهذا الخير راح تفيد كيفيدنا في الحياه اليوميه ديالنا. فما سترام شنو بيتو مازال فغايدي الان، فهاد الشيء اللي كاين. فالله يجعل البركه الفلوق ان شاء الله، باش هذا نشرح مزيان الفلوق واحد اخر باش نشرح لكم مزيان. يلا تما، يلا اخوتي افتوا غاسه من عندك مي، مشيو دابا للدار. اما قالت لك مي نتلاقاو في الدار. يلا وركمل الفلوغ ثلاث كوات، ما كملتش الفلوغ بالليل حيت ما نعست 48 ساعه، وغدرني نعس البارح حيت باش فلوغي في نهارك وتايديتي في نهارك، وباش توجد الفلوغ باش يتلاح مع 10 الصباح قاصحه، ولكن اخوتي غادي نتقاتلو، ما كان غير قتال يا اخوتي. فغاديت مع فدابا اخوتي الكمغال الفيرست كومنت، الكومونتير اللي جوار من دارت كمات عثمان نصري، هذا الثاني كيقول اخويا لا حول ولا قوه الا بالله، او ماي جاد، لا حول ولا قوة الا بالله، ما مقداش كما هي، ومالك صاحبي مع اللغة العربية. واقيلا واقيلا انا اللي كان انه الكلافي عرب دارها بك. خويا عثمان كيهضر على الفلوغ اللي فات، ملي هضرت على داك الشاب اللي تقتل في المحمدية، الله يوليه برحمة الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، هادشي اللي غنقول. كومونتير تاني من دارت كمات محا حسين، هاد التاني كيقول نايس كما ساتوس تلمير نكغمانو، تحياتي ليك. فغيلا هذا الكمله في الفلوغ، وصلنا دابا لفان ديال الفلوغ، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. على انستغرامينو تشيكيات ديال الحاج جوا الحاج، شكل جروب واتساب، غادي ندير جروب واتساب مرحبا بكم خاص بام دوكال العشران، ها النيميرو ديالي غنخليها لكم، واللي عنده شي استفاده ولا شي فكره ولا شي حاجه على كونتيني امازيغي يقولوا لينا تماك، ومرحبا باي واحد. ديال الحاج جوا الحاجه، كل ديك صباح كل صباح مع العشرة فلوغ جديد، فكونوا على القرش. يلا يتما يلا اخوتي، اما ان شاء الله حماس فلوغ جديد، نتلاقاو في فلوغ جديد. تميرني البارح، شكرا لكم بزاف، بيس. واحد يسيبورتي القناه، هادي سبورتي الكونتينيا ديال الامازيغي، استني تميرن نكغما اولا ولتما، تحياتي لكم، غير خلي بالدار ديتو ساتوس راسو تفكي الوقت ان شاء الله. السلام عليكم.